اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم. ربنا آتنا من لدنك ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما وارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بدأنا بالحديث من قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. ربنا سبحانه وتعالى هنا يتكلم عن تبدل حال السماء في يوم القيامة. وإذا أردت أن تحصل على الصورة كاملة لابد أن تتتبع ذكر السماء وما يحدث لها يوم القيامة في كل القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى تحدث عن السماء في يوم القيامة، قال: إذا السماء انشقت. مرة قال: إذا السماء كشطت. مرة قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذا انكشط، انشقاق، انفطار. هنا قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. كلما وجدت القرآن الكريم يتحدث عن حالة واحدة بصفات مختلفة فهي إما مراحل وإما أجزاء، إذا جمعتها أصبحت الصورة مكتملة. السماء بعدما كانت كما قال الله عز وجل ومر معنا سبعا شدادا، سقفا محفوظا، ستنشق وتنفطر أي تتصدع ثم تطوى وتمحى وتذهب. الآية التي ذكرت الخلاصة وخلاصة الخلاصة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والسماوات عطفا على يوم تبدل الأرض، أي يوم تبدل الأرض غير الأرض، ويوم تبدل السماوات غير السماوات. إذن لن تكون السماء يوم القيامة كالتي نعرفها الآن. نحن الآن سقفا محفوظا، الآن سبعا شدادا، لكن هناك ستتصدع، ستنشق، وعندما تنشق تصبح أبواب لكثرة ما ينزل منها من الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب هو الشيء الذي يخيل لك أنه موجود فإذا أتيته لم تجده، وهذا أكثر ما يحدث في الماء وخاصة في الصحراء بسبب انعكاس ضوء الشمس وبسبب عدم كمال البصر تبعنا. لو البصر كامل 100% ما بيشوف سراب، لكن ما في كمال، في نقص. أبصارنا لها قدرة محددة تبصر أشياء ويخفى عليها أشياء وتلتبس عليها أمور، فتظن أن هناك ماء، وخاصة إذا كنت عطشانا يا سلام تركض تهرول فإذا جئته لم تجده شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي لم تعد في أماكنها وإن خيل إليك أنها موجودة. وأيضا الجبال حالها يوم القيامة كحال السماء. مرة قال ربنا عن الجبال: نصفت. مرة قال: سيرت. مرة قال: كالعهن المنفوش. مرة قال: كثيبا مهيلة.
كل هذا سيحدث، هي مراحل. أولا ينسفها ربنا نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فإذا نسفت زالت عن أماكنها وهي تسير، سيرت، نسفت فسيرت. أثناء نسفها وتسييرها تفتتت، لم تعد فوق، فنزلت كثيبا مهيلة، فثار من غبارها كالعهن المنفوش. ثم سواها ربنا في الأرض تسوية، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما فيش لا يمين ويسار ولا في فوق وتحت، كالمرآة مثقولة جاهزة، ويمدها ربي مدا حتى تتسع لكل الخلق عندما يساقون إلى الحشر والحساب. فإذا بدلت الأرض، بدلت السماوات، وكما حدث مع وصف السماء ومراحل تدميرها وتبديلها، وصفت أيضا الأرض والجبال. إن جهنم كانت مرصادا. بعد يوم الفصل أو في يوم الفصل سيكون الحساب، وبعد الحساب عندنا مصيرين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا في فريق ثالث نسبيا أقل بكثير من فريق الجنة وفريق السعير، اللي هو منه أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، ولم يشأ الله أن يدخلهم في جوده وكرمه مباشرة. هؤلاء يكونون في مكان بين الجنة وبين، لكن لا تدوم حالهم طويلا حتى يدخلهم ربهم إلى الجنة. وسميت سورة من أكبر سور القرآن بسورة الأعراف للتنبيه على هذه المنزلة التي هي بين منزلتين لمدة مؤقتة، أما على الدوام ما في عنا غير حالتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الآن بعد أن ذكر الله هنا يوم الفصل وذكره بشكل إجمالي وموجز، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، بأربع آيات بدأ يذكر لنا المآلين أهل الجنة وأهل النار، ويفصل لنا في بعض أحوال كل فريق. إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي ذلك المكان الواسع الكبير الذي لا يمكن لأحد أن يتخيل حجمه ولكم يتسع. في الحديث الصحيح يقال يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وكم بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. من كل 1000. فلذلك لما عم نقول فريق في الجنة وفريق في السعير، ما تظن أن الفريقين متساويين، لا، هؤلاء كثر وهؤلاء كثر، ولكن كما جاء في الحديث الصحيح بعث النار من كل 1000 واحد في الجنة و999 وين؟ في النار. طبعا الصحابة الكرام لما سمعوا هذا الكلام خافوا خوفا شديدا، وأصبح يسمع صوت بكائهم، فقال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني ربما تكونوا أنتم معظم أهل الجنة، وهذا ما ورد أيضا في أحاديث أخرى صحيحة، ثلث أهل الجنة، ثم سكت قليلا ثم كبر فقال أبشروا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة.
الجنة. وفي حديث آخر: أهل الجنة 120 صفا من أمتي 80 صف، ومن باقي الأمم. طيب أهل النار ننجل 99. لا تنسوا أنه في قوم اسمهم يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمان، عددهم لا يحصى ولا يستطيع أحد أن يقف في وجههم. هؤلاء كلهم إلى النار، ويهلكهم الله بعد أن يجولوا في الأرض فلا يثبت في وجههم أحد. على كل إن جهنم، ليش نحن عم نحكي الكلام؟ لنشوف قديش اتساع جهنم. إذن أهل جهنم من كل 1000 قديش؟ كم؟ 999. طيب، جاء في الحديث الصحيح أن الضرس الكافر في النار، الكافر عم نحكي على الكافر، كجبل أحد، ضرس جبل أحد. جبل أحد ما يقارب 6 إلى 7 كيلومترات طوله، وعرضه مئات الأمتار من القاعدة، وحجمه الله أعلم به. هذا ضرس ثيوب الكافر، معناتها رأسه قديش؟ معناتها جسمه كله قديش؟ ومن كل 1999، وكل واحد بهالحجم الضخم من الكفار. طبعا عصاة المؤمنين الذين يدخلون إلى النار يزيد الله في أحجامهم، لكن ليس كزيادة أحجام الكفار والمشركين، لأن هؤلاء سيعذبون لكن ليسوا في درجة عذاب الكفار، ولن يكونوا خالدين في النار. فتتسع أجسامهم ليزداد عذابهم، لكن ليس كاتساع أحجام من الكفار. ورد بأن مقعدة الكافر، يعني هلأ أنا جالس على هذا الكرسي، هذا الكرسي 50 سنتي، 50 سنتي الحمد لله، وأنا أعتبر من أضخمكم، يعني 50 سنتي. قال: مقعدة الكافر يوم القيامة كما بين مكة والمدينة. مكة والمدينة في 450-430 كيلومتر. أنت متخيل 430 كيلومتر؟ يعني 50 سنتي صارت قديش؟ 500 كيلومتر. كم ضعف؟ عندك آلة حاسبة بالجوال، شوف قسم 500,000 متر على 0.5 من المتر، قد بيطلع عندك كم ضعف؟ الله أعلم. ليزدادوا عذابا. كل هذه الأحجام وكل هذه الأعداد، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول، هلا هي كلمة فتقول هل من مزيد، هل هي تعجب أنه لا زال هناك أحد سيأتي إلي، أم أنها تقول نعم عندي مزيد هاتوا؟ تحتمل الوجهين، لكن الوجه الثاني أرجح، إنه نعم عندي متسع يا ربي، ألقي من شئت. شيء مخيف. فإذا كم تتخيل اتساع جهنم؟ من كل 1999، ومعظمهم كفار، عصاة المؤمنين في جهنم قلة بالنسبة للكفار والمشركين والملحدين، والمشركين والكفار والملحدين بهذه الأحجام الضخمة. ومن كل 1999، وهل امتلأت وتقول هل من مزيد، معناتها جهنم كم حجمها؟ شيء مخيف. إذا كل واحد من أهل الجنة له جنة عرضها عرض السماء والأرض، أو عرضها السماوات، عرضها مش طولها، يا ساتر. وكم جنة فيه على عدد أهل الجنة؟ كل واحد له جنته هنيك، ما في شراكة، بيتزاوروا مع بعضهم البعض. يعني بتيجي بتزورني في جنتي، أزورك في جنتك يا رب، دخيلك، لكن جنتي وحدها وجنتك وحدها، الله يرضى عليك. في الدنيا يمكن أن يعيش مثلا بعض الأخوة في دار واحدة، لكن بالجنة كل واحد مفتاح الجنة معاه، يلا امشي، الله يعطيك العافية. نعم. قال: إن جهنم كانت مرصادا. طيب ربنا هنا يتكلم عن المستقبل ولا يتكلم عن الماضي؟
تتكلم عن المستقبل، لأن هذا الكلام بعد يومي الفصل، يوم الفصل لم يأتي، ومع ذلك قال إن جهنم كانت. قال لما يأتي الفعل الماضي مكان الفعل المضارع أو المستقبل، هذا يفيد التحقيق وتأكيد الوقوع وكأنه تم. إذا بحسب السياق وبحسب مراعاة الزمان إن جهنم ستكون مرصادا، لكن ربنا ماذا قال؟ إن جهنم كانت مرصادا، والمرصاد هو مكان الرصد، أي مكان التجمع الذي يحشر إليه أهله بعد الرصد والمتابعة. أساس الرصد هو المراقبة والمتابعة، لكن بعد الرصد ماذا يكون؟ سيكون هناك سحب إلى مكان معين. يعني مثلا المخابرات تترصد إنسان معين، يعني تستمع إليه، تراقبه، تصوره بالكاميرات، تتتبع حركاته، ثم إما السجن وإما براءة. يا أخي لا تواخذنا. فإذا هناك رصد ثم هناك مكان نتيجة الرصد، فالمرصاد هنا مكان نتيجة الرصد. أما الراصد الحقيقي اللي هو الله، إن ربك لبالمرصاد، كما سيأتي معنا في سورة الفجر، إن ربك لبالمرصاد يحصي عليك كل كلمة بواسطة الملائكة والله في غنى عنهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة حتى لا تظن أنه سيفلت شيء، لم يفلت شيء، لذلك بدأ بالصغيرة. ولا كبيرة إلا، ما قال إلا كتبها، ما قال إلا سجلها، قال إلا أحصاها، يعني أحاط بها. يعني ممكن يكون صوت وصورة، والله ممكن يكون صوت وصورة مع الرائحة كمان. هلأ البشر وصلت قدرتهم أنه يتبعوا ما يريدون تتبعه، صوت وصورة وبالأبعاد الثلاثية، صح؟ في صار رباعية ولا ما صار؟ لساتنا ثلاثية. هذه قدرة مخلوق، وما أوتيتم من العلم. فشوف كلمة إلا أحصاها بحسب قدرة الله قديش، يعني بحسب قدرة الله. اليوم نختم على، طيب هي ما في مشكلة كبيرة، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وفي سورة فصلت يوم تشهد عليهم جلودهم، يا رجل جلودهم يعني كل الجسد، وأيديهم وأرجلهم بيمقوا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطق الجمادات، كم تتصور أبعاد كلمة أحصاها؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مش سجلها، مش كتبها، أحصاها، أحاط بها إحاطة كاملة، صوت وصورة ويمكن بعد رائحة وبالأبعاد السباعية وليس الثلاثية، يعني شيء عجيب. لذلك لما يواجه الإنسان بشهادة يديه ورجليه وجلده، كيف يستطيع أن ينكر؟ حدثنا عن بعض من شارك ببعض المظاهرات ضد حكومة من الحكومات ليس في هذا البلد، لما أخذوه إلى السجن عم يحققوا معه وهو مغمض العينين. الحفاظ على حقوق الإنسان المسجون. فقال له خرجت؟ قال والله ما خرجت، خرجت ما خرجت، خرجت ما خرجت.
قال انزعوا عن عينيه حتى يرى. فلما نزعوا عن عينيه قال له من يحقق معه: خرجت؟ قال: خرجت. لأن الذي يحقق معه هو الذي حمله على كتفيه وكان يهتف مثله، طلع ضابط مخابرات. هذاك الأهبل شايف واحد عم يقول الله أكبر، يلا حمله حمله. لما اجت باصات المخابرات ركض في ذاته بالباص، لما عم يحققوا معه ما له عرفان عم يقول ما خرجت. قال له ارفع عن رفع. قال له خرجت؟ انت ايه خرجت؟ ما عاد يستطيع ان ينكر، ما عاد يستطيع. هذا ما تصوير، هذا الان شهادة حي. ما بالك عندما يقول الله لك انظر كيف عصيتني في ذلك اليوم وكيف فعلت. فانظر الله أكبر، إلا أحصاها، عصيت يا رب، خلاص انتهى الموضوع. فإن جهنم كانت مرصادة، أي المكان الذي ستؤول إليه نتيجة الرصد. أما الراصد على الحقيقة هو الله. إن ربك لبالمرصاد، يتتبع الكلمة والحركة وحتى الغمزة واللمزة. ويل لكل همزة لمزة، قيل الهمز بالحركات واللمز باللسان، كله مكتوب. انت تظن بس الكلمة والفعل؟ الحركة الإشارة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. خائنة الأعين يعني أنا أمثل أني أنظر إلى أخي لكني عمليا أتابع، هذه خائنة الأعين، يحصيها ويكتبها وسيحاسبك عليها. إن جهنم كانت مرصادة، أي مرصدة معدة بعد رصد كامل من الله والملائكة الذين وكلهم الله. للطاغين مآبا. وهنا الدرس العملي من هذه السورة، أو الدرس العملي الأكبر من هذه السورة. بعد أن ذكر الله عن تساؤل الكفار هل يوجد بعث أم لا يوجد، ثم بين قدرته لنا، ثم ذكر عن يوم الفصل، ثم ذكر أن بعد الفصل في مصيرين، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، ثم قال إن للمتقين مفازة. شوف لا يعني كأن الله يريد أن يقول لنا إياكم أن تكونوا من الطاغين، بل اجتهدوا أن تكونوا من المتقين، لا تكونوا من هؤلاء، سأفصل لكم ماذا سأفعل بهم، فإياكم أن تكونوا منهم، كونوا من أولئك وسأفصل لكم كيف سأكرمهم. اجتهدوا أن تكونوا منهم ومعهم. هذا هو الدرس الأكبر من هذه السورة. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، أي مرجعا ومستقرا نهائيا. أيوة، نحن في الدنيا الآن في دار ممر، كلنا نسير إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. هذه الشمس لا تتوقف، كل يوم تشرق من مشرق وتغرب منها. هذه الساعة عجيبة يا رجل، من يستطيع أن يوقفها؟ هذا الزمن يطحننا طحنا، يسير بنا سيرا نحو نهايتنا. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. الأيام عم تهدمنا إلى أن تصل إلى آخر دقائق بقيت لنا، ثم الموت. إذن الدنيا ليست مآب، الدنيا مستقر إلى حين، لكن المآب والحياة الحقيقية الطويلة التي سنلبس فيها ونمكث إلى الأبد بعد الحساب. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طبعا هذا بعد أن يخرج عصاة المؤمنين من النار ويدخلون إلى الجنة، ولا يبقى في جهنم مؤمن
خرجوا خلاص ما بيغون إلا أهل الكفر والشرك والإلحاد، يؤتى بالموت فيذبح، يا أهل الجنة خلودا فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت. عندها تتقطع قلوب الكفار حسرة في جهنم، قطع الأمل أن يخرجوا، ويزداد سرور المؤمنين في الجنة لأنهم أمنوا فلن يخرجوا منها لا بموت ولا بغيره. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. أنا تعمدت أحكي على المآب، أي المرجع الأخير المستقر الطويل، والآخرة هي المقر، والدنيا دار ممر معبر. أما الطاغين، الطاغين اسم فاعل من الطغيان، طغى يطغى فهو طاغي، والجمع طغاة أو طاغين. والطاغي أو الباغي هو الذي تجاوز الحد في العصيان. انتبهوا يا أخوانا على هذا الكلام، تجاوز الحد في العصيان. يعني أنت متوقع إنسان يجتهد أن يكون مستقيما، وربما أخطأ في حياته 10 20 30 خطأ، هذا ربنا يحطه بجهنم؟ حاشا لجوده وكرمه. لكن الذي عصى وعصى وعصى وتجاوز الحد في العصيان وأسرف على نفسه في العصيان ثم لم يستغفر ولم يتوب، للطاغين مآبة. أما لو كل واحد بده يرتكب معصية الله بده يحطه بجهنم، إذن لما نجا من جهنم إلا الأنبياء، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا تبت إلى الله وتاب الله عليك محى ذنبك، وربما إذا تبت توبة بالحد الأعلى بدل سيئاتك حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم. إذن ليس كل تائب يبدل الله سيئاته، التوبة درجات كما أن المعصية درجات. هناك من يتوب ويتوب، يذنب مرة ويتوب 50 مرة. طيب بيجوز أول 10 توبات محي الذنب وبعدين يبدل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، مش بس يعني محى الذنب، لا، ممكن أن تبقى تسير على درب التوبة حتى تصبح كما جاء في أحد الأحاديث، كل غدراتك وفجراتك حسنات كلها. الله أكبر. وبعد داير من الله شنو يعني؟ إذن للطاغين ما قال للعصاة لمن عصى مرة، قال للطاغين لمن تجاوز الحد، عصى وعصى 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 وأمهله الله ليتوب ولم يتب، وزاد عصيانا وزاد طغيانا، وكان يعصي مستترا فأصبح يعصي مجاهرا، وكان يعصي وحده فأصبح يدعو للمعصية، وكان فاسدا فأصبح مفسدا. للطاغين مآبا، هؤلاء سيكون نهايتهم إلى جهنم. جاء في الأثر مما حدث الأصحاب والتابعون عن أهل الكتاب وعن التوراة في زمانهم، أن موسى عليه السلام، وطبعا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج طالما أنها لا تتناقض مع ما جاء في شرعنا، لا يوجد ما يناقضها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال موسى: يا رب، إن جهنم عذابها شديد عظيم أليم، وأنت يا رب أرحم الراحمين، فكيف أرحم الراحمين يعذب بي هذا العذاب الأليم؟ فقال الله لموسى: يا موسى ارفع ثوبك. وطبعا سيدنا موسى كان لابس ثوب مثل ده، وتحته ما في شيء، لأن الملابس الداخلية ما كان تم اختراعها في ذلك الزمان، يعني تحت العراقي ما فيش. قال: ارفع ثوبك. رفع ثوبه إلى الركبة.
قال يا موسى ارفع ثوبك، رفع ثوبه فوق الركبة شوي. قال له يا موسى ارفع ثوبك، رفع ثوبه إلى نهاية الفخذ. قال يا موسى ارفع ثوبك، قال له يا رب بقي ما لا خير فيه. قال له وأنا لا أدخل في جهنم إلا من لا خير فيه. اطمنا. فمش أول معصية، تاني معصية ربنا يقبض علينا ويحطنا بجهنم؟ لا يا أخي، اللي متصور إنه هذا الكلام خطأ. الله أرحم الراحمين. إذا كان في الدنيا تعصيه يمهلك، لكن لا يهملك. إن عدت تائبا تاب الله عليك، وإن لم تعود يبدأ الله يعطيك أمراض ابتلاءات لعلهم يتضرعون، يريدك أن تعود إليه. فإذا ركبت رأسك ولا تريد لا بالبأساء ولا بالضراء ولا بالسراء أن تعود إلى الله، فتح لك الأبواب الاستدراج ثم أخذك إلى جهنم حاجبا. وأنا لا أدخل في جهنم إلا من لا خير فيه. إذن للطاغين مآبا، مش للي بعصى. لا يوجد أحد لم يعصي إلا الأنبياء يا أخي، كما قلنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. امشوا ما دايركم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. الله من أسمائه إيش؟ الغفور. طيب إذا ما في حدا يذنب فيستغفر، الله غفور على منه؟ ولا بد لكل أسماء الله أن تعمل عملها. لذلك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أما الذي يذنب ويذنب 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 ولا يستغفر، هذا هو الطاغي. وجمعها طغاة أو طاغين. قال للطاغين مآبا، يا سلام، وهم المردة العصاة المتجاوزين الحد في العصيان. كل واحد منا ولله المثل الأعلى له أبناء، صح؟ من أول خطأ أنت ابنك بتدقه، يا ولدي ده خطأ، يا ولدي ما تفعل كده، يا ولدي ما تعمل كده. فإذا تمادى تبدأ بالعقوبة بالتدريج، فإن عاد تائبا خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. بالعكس ربما تكافئه إذا وجدت تاب توبة نصوحة، ليس فقط ترفع عنه العقاب بل ربما تكافئه. ربنا أرحم منك بولدك، أرحم بعباده منك بولدك. لذلك إن جهنم كانت مرصادا لمنه للطاغين المردة العصاة المتجاوزين الحد في العصيان، المخالفين للرسل المتمردين على ربهم. مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا دائما. نعم. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا، قالوا أنها تحمل معنى المعبر. إنما جهنم كانت مرصادا أي معبرا، بمعنى لن يدخل الجنة أحد حتى يمر فوق النار. فإما يسلم وينجو ويدخل الجنة، وإما وهذه تصديق لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. فإذا كمان معنى المرصاد تتضمن معنى العبور، لكن العبور الذي تتم مراقبته بدقة. أنت معك عمل صالح ومعك بطاقة أنك من أهل الجنة، امشي. وحتى هي امشي، قال فمنهم ناج مخدوش ومنهم ناج مسلم. لأنه على الصراط كلاليب تخطف الناس وتلقيهم إلى جهنم، لكن هذه الكلاليب لا تخطئ إطلاقا.
عناصر الأمن في الدنيا ربما يخطئون فيأتون ببعض البراء مع بعض المجرمين، يتم التحقيق هذا بري، لكن الكلاليب بتاع الصراط ما فيهاش خطأ، كل واحدة مكتوب اسم صاحبها يلي بدها تمسك به وتمسك به من رجليه ولا من يديه ولا من رأسه ولا من عنقه. تعال، قال بعض العصاة ربنا يخوفهم ولكن لا يلقيهم في جهنم، فبتلاقي الكلاب أمسك به لكن لم يسحبه. فتصور أنت هيكون كمية الرعب تبعك وأنت الكلاب عم يمسك فيك لكن ما سحبك، وأنت ترى جهنم تحتك لو سحبت انتهى. فمنهم سالم مخدوش، يعني فعلا لم يقع لكن وصل إيش؟ مهبش تهبيش مخدوش. ومنهم ناج مسلم، هذا ما في أحد هبشه، الكلابات ما تصل إليه، عم تكتك له من هنا ومن هنا، أما تهبشه ما بتهبشه بدقة. وذلك الصراط ما اسمه؟ الصراط المستقيم. ونحن ماذا نقول في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، على قدر استقامتك على الصراط المستقيم الذي هو الشرع اليوم، على قدر نورك على الصراط وسرعتك على ذاك الصراط غدا. والله مستقيم 100 على 100، طبعا ما في 100 على 100، سددوا وقاربوا استقيموا ولن تحصوا، 100 على 100 دي بتاع الأنبياء، لكن اجتهد أن تقترب منهم، اجتهد. والله انت هنا 80%، اوه 80%، قال منهم من يجوز على الصراط كلمح البصر، صار هنيك بالجنة لمح البصر. يا رجل، ربنا ذكر لنا مثل في القرآن الكريم، قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك أو من مقامك. وكان يجلس سيدنا سليمان لنفترض من الساعة 8 الصبح لأذان الظهر، يعني خلال 4 ساعات أنا آتيك بقصرها من صنعاء إلى فلسطين، 3000 كيلومتر أو 2500 كيلومتر يا رجل، وهذا قدرة مين؟ مخلوق. إجا واحد أشطر منه، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عبين ما تعمل كده كده بتلاقي عندك، ياه. وهذه بقدرة الله بسبب مخلوق، ما بالك بقدرة الله مباشرة، على قدر اتساع جهنم منهم من يجوزها بطرفة عين، صار هنيك ما شعر بها ولا أحس بها، لأنه كان في الدنيا على الصراط المستقيم الذي هو القرآن أو الإسلام مستقيما بشكل شبه كامل. فجوازه على الصراط المستقيم فوق جهنم التي ستكون مرصادا سيكون بلمح البصر. ومنهم كالريح العاصفة، ومنهم كالجواد المضمر أي المعد للسباق، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي على قدميه، ومنهم من يزحف زحفا. إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز فوق النار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها 3 قناطر، يعني الصراط مقسوم إلى 3 أجزاء. أيا كان سرعتك هناك على مقدار ما تطبق من الشرع هنا، نورك هناك على مقدار صلاح عملك هنا، لأن الصراط عليه ظلمة مطلقة، يعطى كل إنسان من النور حتى يبصر طريقه بحسب عمله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا أم نقتبس من نوركم، لأن المنافق يطفأ نوره، لأن كلامه الجميل كله كان نفاق، عمله الصالح كله كان رياء، فيعطيه الله نور، يخادعون الله وهو
خادعهم، ثم يطفئه في أحرج اللحظات، فيصيح المنافق والمنافقة بالمؤمنين أصدقائهم اللي كانوا معهم في الحي في المسجد: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم. هذا النور أخذناه بأعمالنا الصالحة في الدنيا، فإن استطعتم، لا يوجد إلا طريق واحد، أن ترجعوا إلى الدنيا تعملوا صالحا فتصبح لكم نور، ولن تستطيعوا يعني لا نور لكم. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى صح، لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا لطيف، لذلك كنت معنا، لكن أنتم بطريق ونحن بطريق، لذلك نحن الآن لنا نور وأنتم لا نور لكم. قال تعالى في آية أخرى: يسعى نورهم بين أيديهم أمامهم وبأيمانهم، يعني بسبب ما كسبوا وعملوا من جد واجتهاد في الدنيا. فنورك على الصراط، وطبعاً كلما زاد نورك زادت فرص نجاتك، وكلما زادت سرعتك زادت فرص نجاتك على قدر استقامتك على هذا الصراط. لذلك سمى الله شرعه الصراط المستقيم في الدنيا، وسمى ذلك الصراط المستقيم. فكما تكون هنا على الصراط المستقيم، تنعكس حالك هناك على ذلك، على ذلك الصراط. اللهم اجعلنا يا رب نجوز عليه سالمين بأسرع من لمح البصر. هل العمل هو الذي يحملك، أم يرسل الله لك ملكا يحملك ويسرع بك؟ أيا كان، المهم المستقيم ينجو وغير المستقيم. بتقولوا إيش نحن منقولهم؟ بلولو بتلولو، يعني ما بيمشي. ايوه، وغير المستقيم وغير المؤمن طبعا يجعله الله يمشي مسافه ليزداد عذابا، ثم ياتي كلاب: تعال رايح فين؟ اسمك عندي. بلا تشبيه، شوف عم يقول لك الحسن البصري: فمن كان معه جواز نجا. لما تيجي انت جنابك على حدود بلد، معك جواز سفر عليه تاشيره تدخل، ما عليه تأشيرة أو ما معك جواز سفر امشي. إذا عاندتهم وقلت لهم بدي خش، بيخلوك تخش، لكن لوين؟ أيوة. لذلك قال لك: لا يجوز عليه إلا من معه جواز، يعني من عمل صالح. وإلا احتبس، قال: لابسين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا. والأحقاب جمع حقب، وهو المدة من الزمان، وقد اختلفوا كثيرا في مقداره. قال ابن جرير: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ يقصد، قال: نجده 80 سنة. وهذا أرجح الأقوال، أن الحقب أديه 80 سنة. مثل لما نقول القرن، القرن قديش؟ 100 عام. العقد 10 أعوام. تقول: هذا الشاب في عقده الثالث، يعني لساته ابن 30 عاما ما بين أولها وآخرها. فلان ما شاء الله في عقده 8، أوه تجاوز 80. والقرن 100 عام، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحقب 80 عاما على الأرجح. في خلاف كثير، منهم من قال 20، منهم من قال 60، منهم من قال 40. المهم، قال: نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم ب1000 سنة مما تعدون. هلأ كل سنة 12 شهر واضح، كل شهر 30 يوم واضح، لكن كل يوم 1000 سنة. يا ساتر، قدي صاروا؟ احسبها بالآلة الحاسبة بتاعك، ستجد طلع لك إشارة اللانهاية، رقم كبير يا أخي، أكبر من الشاشة ذاتها.
قبل ما نرجع للأحقاب، نحن تكلمنا للطاغين صح؟ كلمة طاغين تشمل عصاة المؤمنين وتشمل الكفار، مثل كلمة الفجار، مثل كلمة الذين فسقوا، تشمل المؤمنين تشمل الكفار، تشمل عصاة المؤمنين آسف وتشمل إيش؟ الكفار. لكن لما تيجي كلمة الذين كفروا الذين أشركوا، هذا واضح إنه المؤمنين ما يدخلون فيها، لا عصاتهم ولا غير العصاة. لكن كلمة الطاغين والله تشمل الاثنين، إن الفجار لفي جحيم تشمل عصاة المؤمنين تشمل الكفار، هذه قضية بدنا ننتبه لها. أما الذين كفروا واضحة، المؤمنين ما دخلون لا العصاة ولا الطائعين. فإذا هذه كلمة مخيفة للطاغين مآبا، سواء كانوا عصاة من الموحدين أو كانوا من الكفار الذين لا يؤمنون بالله أو يشركون معه غيره. قال أحقاب جمع حقب صح؟ أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة على المذهب المشهور. أما هناك مذهب، اللغة العربية فيها مذاهب يا حبيبي زي الفقه، فيها مذهب الكوفيين، فيها مذهب البصريين، ثم جمعوا بينهما مذهب البغداديين وعليه المعتمد غالبا، كما أن الفقه في مذاهب. قال هناك مذهب في اللغة أنه أقل الجمع اثنين، نحن خلينا على المشهور أقل الجمع ثلاثة. تعال نحسبها مثل ما حسبها سيدنا علي، لابسين فيها أحقابا، يا أخي خلينا نقول أنه قديش أحقابا؟ أقل الجمع ثلاثة أحقاب، يعني ثلاثة ضرب 80 240 سنة. يا ساتر، ليش نحن عايشين على الأرض كم سنة؟ 60 70 80. فإذا عم نحسب أقل شيء 240 سنة، لكن في مشكلة بسيطة، إنه هي 240 سنة كل يوم بألف سنة قد يطلعوا؟ ياه، 240 ضرب 365 يوم ضرب ألف، شوف قديش بيطلعوا. لذلك جاء في بعض الآثار عن سيدنا علي أو غيره: لا يحسبن أحدكم أنه سيدخل إلى النار ويخرج منها، لأنه لا يدري كم سيمكث. يعني ما واحد يقول يلا، لأنه هذا اليهود قالوها: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لك يا أخي أنت الأيام معدودة، أنت عارف كم يوم؟ إن يوما عند ربك في ألف سنة وفي 50,000 سنة، شو عرفك أنت؟ فما تحط ببالك يلا منعصي شوي منفوت يومين، هدول اليومين أنت بتحددون ليش؟ لذلك ما تحط ببالك أن تدخل أصلا يا أخي، الله يرضى عليك، ما بدنا نخش، خلينا فورا من الصراط على الجنة. لابثين فيها أحقابا، ومنهم من قال أن الحقبة أو الحقبة مدة طويلة لا تعد ولا تحد ولا تحصى، يعني باقين. ليه؟ لأنه شوف هلأ شو هنحكي بالأخير، هيأتي قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم. وين الأحقاب صفيوا؟ لذلك لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بعض الناس يعني أقصد العلماء والمفسرين، قالوا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني جعلوا الأحقاب هي مدة الامتناع عن البرد والشراب، مش مدة البقاء في جهنم. معناتها في أكثر من عذاب بجهنم يا حبيبي، وهذا تجده في غير موضع من القرآن الكريم: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم. تمام، هلا هي راح أخذوه، كان محل عذابه، راح أكل من شجرة الزقوم ورجعت، لأنه شو الله عز وجل قال في مكان آخر: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أيوة، معناتها راحوا أكلوا وشربوا من الحميم والغساق، ثم إن لهم عليها لشوبا من الحميم. معناتها هي لابسين فيها أحقابا، وهن عم يشربوا من الحميم والغساق وعم يأكلوا من شجر الزقوم، ثم إن مرجعهم للجحيم، للمكان اللي عم يتعذبوا فيه أول. فجعل لابسين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وليس لمدة مكثهم في العذاب. لاحظت الفرق؟ لابسين فيها أحقابا أي مدة العذاب بجهنم كلها. في بعضهم قال لا، لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يا لطيف، على هذا المعنى مصيبة وعلى هذا المعنى مصيبة أكبر. يعني لا دي ماشية معانا ولا دي يا رجل ما بدنا نخش يا ربي دخيلك. نعم، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون فيها جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. لذلك جاء في تفسير قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال لا يشتهي أهل النار شيئا أكثر من جرعة ماء باردة. مش هيلاقوا، فإذا استسقوا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني دخل من أفواههم فقطعت حرارته أمعاءهم قبل أن تصل إليها. هذا جزء من العذاب، ما كله. لسه عليهم مقامع من حديد، لسه في عمد ممددة عليهم تبع نار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد. أشكال ألوان العذاب، وليس وهذا كله هو المحيط يتأجج نارا. يا ربي دخيلك، لا أدخل في جهنم إلا من لا خير فيه. نعم، إلا حميما وغساقا. قال هذا استثناء منقطع، لأن الحميم والغساق ليسوا من جنس البرد والشراب الذي يشرب، كأن تقول جاء الطلاب إلا الأستاذ، هذا استثناء منقطع، الأستاذ ليس مع الطلاب، لكن يجوز أن تقول ذلك. فقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، أي يذوقون حميما وهو الشراب الذي وصل إلى أعلى حد من الحر والحمو. سقوا ماء حميما فقطع. والغساق هو ما اجتمع من صديد وقيح أهل النار وعرقهم ودموعهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشراب. قال جزاء وفاقا، أنا لم أظلمهم، أنا خلقتهم في الدنيا وقلت لهم سأمتحنكم وتفضلت عليهم وأرسلت لهم رسلا وأنزلت عليهم كتبا وبينوا لهم طريق الجنة وطريق النار، فكفروا وجحدوا وعاشوا كما أرادوا مع أنهم عبيدي وأنا خلقتهم لعبادتي، فاليوم أجازيهم جزاء وفاقا. رب العالمين ما عنده إلا عدل وفضل، إن عذب فبعدله وإن أكرم فبفضله. نحن ندخل الجنة بعملنا، لكن بعد رحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا. فالله ما عنده إلا عدل وفضل. نحن بين بعضنا البعض عنا عدل وعنا فضل وعنا ظلم، أما الله ما عنده ظلم. ولا يظلم ربك، وما ظلمناهم ولكن كانوا. لذلك ربنا قال جزاء وفاقا، أي لم أظلمهم شيئا. هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة هو وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بالمقابل اللي أخذ كتابه بيمينه أول كلمة قالها هاء مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، وظننت هنا بمعنى أيقنت. أما هؤلاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لم يكونوا يعتقدون أن هناك دارا يجازون فيها ويحاسبون. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا كبيرا مستمرا غير منقطع. هذا تأكيد، لأن الكذب ما كذب عادي وما كذب قليل، وإنما كذب كثير. وكذبوا بآياتنا كذابا
أي تكذيبا مصدر من غير الفعل، بمعنى التأكيد والكثرة والاستمرار. ثم قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء عملوه طيب، طالما لا يرجون حسابا، كذبوا آياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.